أنا أعمل مهنة في حرفة التناك. حرفة التناك هذه حرفة قديمة، أهم منتجات الصنعة هذه هي الصناديق القديمة، صناديق التناك يعمل صناديق، يعمل البراميل، يعمل المناقل، يعمل محاقين، يعمل مصبات، حاجات كثيرة يعملها التناك. من الأشياء أيضا اللي يعملها التناك هي البروة مالت البيت، زي هذه بروة البيت اللي يحطوا فيها الأوراق القديمة. ومن الأشياء اللي يعملها التناك عمل المشاخيل. طبعا ورثت المهنة هذه عن الوالد الله يرحمه، وطبعا كل شغلة من الشغلات هذه الوقت اللي نستخدمه فيها، الوقت اللي استغرقه الصن تختلف. فمثلا الصناديق الكبيرة تاخذ لها من يوم إلى يومين في التصنيع، صناديق صغيرة ممكن في اليوم تخلص لك 2 3 على حسب الشغلة اللي تشتغلها.